الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: أبواب العيدين. أبواب جمع باب كينوكو، والعيدين مثنى العيد معنى باب كان دزاء ما زدنو قمدا إيدي كرمر صلى الله ببن صلى الله كينو. باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد. باب ديزو إن دسافي متنزي إيتين أبنشيران كرمر صلى الله كينو كافين يجي ما صلى الله إيدي. Amma babban sallah an fi son ya je ya dawo ya fara ci daga abin layyarsa, don ba shi da abin layyafa. Duk abu ne mustahabi ne ake so, in ya ga dama zai ci abinci sai ya tafi, ba haramun yayi ba, bai laifi ba, ko yayi laifi? Qala akhbarana Yahya ibn Hassan qala haddathana Uqbatu ibn al-Asammi qala haddathana Abdullah ibn Buraida عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج. من زال الله صلى الله عليه وسلم يا كسن جينا تشن أبيجي رانا كرمر صلى كافين يفتزوا مصلى تشن إيدي. وكان إذا كان يوم النحر ترانا ببن صلى فلم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. Ba zai ci komai ba har sai ya dawo daga masallaci sai ya fara ci daga abar layyarsa. In ka yi haka kayi daidai, ko ba ka yi haka ba, kuma ba ka yi laifi ba. Qala haddathana Amr ibn Awn qala haddathana Hushaym an Muhammad ibn Ishaq an Hafs ibn Ubaydillah an Anas an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi nahwihi. Kwatan kwacin haka shi ma ya rawaito. باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. باب يذون بيان صلاة عيد با أكير صلاة با أتاد إقامة كبر أكيكو. والصلاة قبل الخطبة كما صلاة عيد أنا فارين صلاة ني إن أنغم سي أي خطبة أكسن جمعة سي أي خطبة تكون أي صلاة كو. قال أخبرنا يا علاء قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال اتي سيدنا جابر رضي الله عنه اتي شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. شهدت بمعنى حضرت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. سيما زو الله يفاره صلى كافين خطبة باتاد إقامة وبايكنا صلى وباتاد إقامة با. عن فهمت؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني ابن عيينة قال حدثني أيوب السختياني قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد. إتي ناشدة ومنظر الله صلى الله عليه وسلم يا فارا صلى كافين خطبة رانا صلى إيديك ثم خطب سألن يي خطبك فرؤي أنه لم يسمع النساء فأتاهن. Sai ana aka ga cewa mu khutuban da manzon Allah yayi mata na nesa ba su ji abinda ake faɗa ba, kuma abinda suka zo yi kenan, su yi sallah su ji addu'a kuma su kari ilimi. Fadhakkar fa atahunna, sai manzon Allah ya ji inda taron mata yake, fadhakkarahunna ya tunatar da su, wa wa'adahunna ya yi musu gargadi, wa amarahunna an yatasaddaqna yayi umurce su ce ku mataru mata ku yawaita ku yi sadaka,
وبلال قابض بثوبه بلال نبي من زو الله صلى الله عليه وسلم يا ريكي رجاش يا تترو رجاش تا إند زا سكا سنكا شاء جيفا أجي فجعلت المرأة تجيء بالخرس والشيء ثم تلقيه في ثوب بلال سيما تتزود الخرس شيني سركا ويا دكا ام كنيو ان ابو بوا سيت حدث وانا تزود تسكا شكي ريجا وانا تزود تسكا شكي ريجا ثم تلقيه في ثوب بلال قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرنا الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبه في العيد باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها صلى العيد بات ده سنة قبلي كو باري كافين صلى كو باين صلى ده أنزو صلى العيد أكفارا وكو قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي ابن ثابت قال سمعت سيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين إيش منذ الله صلى الله عليه وسلم يفتران إيد أكرم صلى شيء صلى شركه ويقداد ولم يصلي قبلها ولا بعدها بيصلى النافلة كافين صلى إيد بكوبا صلى إيد ترند أكيروا كما زاء صلى أتصلى كما أتكما صلى شيزاء أيفا in mutun ya shigo zama zai ko zai tahiyatul masjidi zai tahiyatul masjid na'am kaga sai ba munafila kafin sallar idi ko bayan sallar idi saboda shiga masallaci ko to me bambanci tsakanin ƙwariyar masallacin nan da waje da ake sallar idi eh ayya waje musalla ne musalla wani wuri ne na banfa eh باب التكبير في العيدين باب دي زو كبرا اتكين ايدي رانن صلى كرما كو بابا قال اخبرنا احمد بن الحجاج انا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار بن سعد المؤذن عن عبد الله بن محمد بن عمار عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا ما صلى إيدي ركعة فرقو سيأي كبرها سو بقوي وفي الأخرى خمسا ركعة بيكما أي كبرها بقوي وكان بين يبدأ بالصلاة قبل الخطبة يا كسنشي ينا فار صلى نيكا في أي خطبة wannan yana fada maka nassin da yazo in kaje cikin littafin sai ce kaza ma ada kaza au ma kaza ba ka yake fada ba eh babul qira'ati fil eidain babin da yazo na karatu a cikin sallar idi me za a karanta raka'a ta farko bayan fatiha raka'a ta biyu bayan fatiha qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala hadathana sufyan an ibrahim ibn muhammad al-muntashir an abihi an habib ibn salim an an-numan ibn bashir qala
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبه اسم ربك الأعلى. صلى الجمعة وصلى عندي بيان فاتحة شاكرة سبح اسم ربك الأعلى ركعة تبيكم بيان فاتحة شاكرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وربما اجتمع فقرأ بهما. وربما اجتمع أي إيدي بيوسكا هدو صل إيدي دا صلى الجمعة سيما زو الله يكارن تايين دي كارن تايين سابي حكا زي كارن تايين وجن صلى الجمعة معنى إن إيدي بيوسكا هدو إيه صلى إيدي دا جمعة من زو الله يلا صلى الجمعة كوبايا صلى الجمعة ينا يكوبايا إيه باب الخطبة على الراحلة باب اللي ذنو متين يناك أبر حوصة لما يناك أبر حوصة زي إيه خطبة. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة يعني ابن نبيت قال حدثني أبي أو نعيم بن أبي هند قال حججت مع أبي وعمي ناي أيكن حج تارد ما حيفينا دوان سكوكا نسا فقال لي أبي سيما هيفينا يكي مني ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أبانا شيء كان أغاني وانا دكي كان جرّاكمي ينا خطبة ومن زون الله كينا صلى الله عليه وسلم ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب خروج النساء في العيدين باب ديزور انا سم ماتا سو فيتا سو ما سو جي مسلاجي وجن صلاي ايدي سو حلرجي الدعاء الخير سو جو ازي ده خطبه سو ما سو قاري الليبي. قال اخبرنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد عن هشام عن حفصه عن ام عطيه قالت أمي أطيع الله كرمت داتتي أمرنا بأبي هو صلى الله عليه وسلم يا أمر جيم أن نخرج يوم الفطر أن نخرج يوم الفطر أو أن نخرج إيتو أن نخرج يوم الفطر ويوم النهر العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتقة وذوات الخدور كما الخدور جمع خدر. العواتق عاتقة كنوكو أنا شيء أبو دروا عاتقة لأنها أتقت نفسها عن الخدمة مانا تنا كرمزا ساتكومي ألوكة تنتظموا بدروا باكون أيكي أيكي سكتبا أجيتني أنا شيرتنا أنا شريتنا أزو أوريت أتفيد إيسان baza a wahal da ita ba baza a dora ba komai ake sa ta kai ba ana kiyaye ta ne a kare mutuncinta a kare rayuwarta har wani zai dauke ta ita to wanda yazo ya dauke ta kuma yadda yaga ana yi a gidan an mutunta ta ai mata shi ma haka zai ci gaba ya dai an fahimta ba inda aka ce a kyale mace ta je ta neman makanta komai duk wannan hayaniyan da ake ciki na lalacewar rayuwa sababin shi kenan mace za ta zo wai yarta tana da ko aljani tana so ruqya ko tana bukatar kaza ina miji ina ubanta ba ruwan shi bai damu ba sai ita yariyar za ta ji ta nema ko uwarta za su ji su nema ta duk kasu ba mata bane ba ina na miji ina uba ina miji uban yariyar bai damu ba ba ruwan shi to me zai hana fitina ta yadu a cikin rayuwa babu abin da zai hana an fahimta. العواتق كما جمع عاتقة وذوات الخدور. الخدور جمع خدر وهو بيت يبنى على الجمل. المرأة تتستر في هذا البيت هذا محل المرأة لأن المرأة أمورها كلها مبنية على الستر على حد قوله ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي
تقول وقد مال الغبيت الغبيت الخدر تقول وقد مال الغبيت بنا معا أقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المحلل فمثلك هبلا قد تربت ومرضع فألهيتها أنذي تمائم أنذي تمائم إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشك وشق عندنا لم يحول أفاتم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت السرمي فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خليقة فصلي ثيابك من ثياب فصلي ثيابي من ثيابك تنصلي تويتي الخدر كنا ويوم دخلت الخدر الواو وهو اذكر أي واذكر يوم دخلت الخدر خدر أنيزة الخدر الثاني أتف بيان أو بدل بالمطابقة خدر أنيزة هذه هي الخدور وهذا محل المرأة فوق الجمل لأن المرأة أمورها كلها مبنية على الستر مفهوم؟ ثلاث أمور شرؤها الستر والتستر المال والمرأة والعورة متى ما أخرج هذه الأمور فسدت الدنيا فسد الدنيا فأما الحيض تأما ما تأما سحيلا فا أكتد أتيري سستفي ما صلاتي فإنهن يعتزلن الصف ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ما تأما سحيلا سيسني ستسهن إند أكي صلى amma suna tsaye ko suna zaune suna jin addu'an da ake yi kuma da wa'azin da ake duk ya shafe su qala qultu ya rasulullah sirace ya manzon Allah kace duk wa'anda al'awatik ace buduri da buduri da manyar kuwa a fitar da su su je masallaci to da rigar da za ta safa yayi za ta yi fa in lam yakun li ihdahunna الجلباب قالت تلبسها أختها من جلبابها تلبسها أروت كم وتكوير تسيت باتري قد تساعت لول بيت جي إيدي تزوكو أروكو كوتا أي مدانا ساكاري كنوكو الحص باب الحص على الصدقة يوم العيد باب ديزونا أنا قايتاوا أي sadaka ranan idi qala akhbarana ya ibn ubayd qala hadathana abdul malik an ata'in an jabir qala shahidtu salata ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yawm id yace na halarci sallah tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranan sallah fa bada'a bis salati qabla al khutbati sai manzon allah ya fara da sallah kafin khutba ثم قام متوكئا على بلال كما ذو الله تاشي يدوكور كبد بلال حتى أتى النساء حر أكذو بنغر ماتا عند تارم ماتايك فوعظهن وذكرهن من ذو الله سيمس غرغدي يمس وعزي كما يتنا تدس وأمرهن بتقوى الله يوم تنسي سجيس ورم الله قال إتي تصدقنا kuyi sadaka efa da mata tasaddaqna nunu niswa ku kuyi sadaka ku yawaita sadaka fa zakara shay'an min amri jahannama ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya kawo ya fadi wasu abubuwa sai fadi wani abu da ya danganci wutan jahannama fa qamat kama yace kuna ku ne ku fiyawa a cikin wutan jahannama sai nan aka boye aka ce fa zakara shay'an min amri jahannama ma huwa hadha al-amr قال فإنه إن كنا أكثر أهل النار فقامت امرأة من صفلة النساء صفاء الخدين سيوتما تصحابية تتاشي باتت تكن من ينسى حبي تنادى بكم كندوكوكي كندوكوكي تنوى إنه قد أبيو سنكوني بانا علاما ميكينا علاما جيرما دسوفاكي نكو فقالت سيتتي لما يا رسول الله me yasa muka zamo mafi yawan abin nan mata suka fiye wa cikin wuta qala sai manzo Allah ce li annakunna
sai manzo Allah ya fada ta tambaya limaza sai manzo Allah yace li anna kunna tafshina shikaa shakata wala ana saboda ku kuna da gajiyawan hakuri kuna da yawan koke da fada kaza 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 kuma da la'anta la'anta wa takfurna al'ashira sa'an kuna butulce ma mazajanku faja'alna ya'khudhna min huliyihinna wa aqratihinna manzo Allah na fadar haka sai wannan taballo dan yan kunninta ta jefa cikin rigan bulali wanda dai abin wayarta wannan duka aka saka cikin abin nan sadaka cikin rigan bulali wa khawati mihinna da zubukan zubansu yatrahnahu fi thawb bilalin yatasaddaqna bihi suna jefa suna sadaka da shi ta yaushe ake zuga mata su yi haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ba da sadaka manzo Allah na ce sadaka ne Ahlul Baitin suna cin sadaka ne Bilal zai dauki sadakan ne duran da duke mai ka samu limami mai ikhlasi wanda zai karbi sadaka ne aje a gyara al'amarin musulmai yake karfin halike ma ki bayar amma ki saka liman yaje ba matansa gobe ta saka ta zo ku hadu masallaci ba za a ji dadi ba ko sai an samu limamai masu karfin hali masu gudun duniya abinda duk suka fada zaka ai aiki da shi قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن عدي بن ثابت عن سيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوا هذا باب إذا اجتمع عيدان في يوم إذا اجتمع عيدان في يوم in idi biyu suka hadu a cikin rana daya ma'ana sallar idi ko karamar sallah ko babban sallah kuma ya dace ranar juma'a to yaya za a yi ha qala akhbarana ubaydullah ibn musa an isra'il عن عثمان ابن المغيرة عن إياس ابن أبي رملة قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم نهل أرشي معاوية ابن أبي سفيان يناتن بين زيد بن الأرقم يتي أشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم كاتب حلالك مدارد من الله صلى الله عليه وسلم عيدي بيسك هدو أرانا صلى عيدي داكما صلى الجمعة قال نعم يتي إي قال فكيف صنع تي يا منزو الله دا يدا aka hadu sallan idi da kuma sallan juma'a قال sai yace salla al-eid manzo Allah ya sallan idi da al'umma dake tare da shi thumma rakhasa fil juma'ati thumma rakhasa fil juma'ati sa'annan yayi sassauci a cikin juma'a fassara kenan da Hausa kenan ko fa qala man sha'a an yusalliya falyusalli rakhasa inna abinda ce man sha'a an yusalliya falyusalli duk wanda yake son yayi sallah to yayi sallah qabla zalika kullu ya la budda wa an nufarrika baina taqdisun nas wa taqdis ma'ana an-nas an-nas min Allah aw min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shay'un muqaddas ولكن فهم المعنى ياتي مني ومنك ومن اي شيء لا يستحق نفس التقديس مفهوم تقديس النص وتقديس فهم النص نص da yazo daga Allah da manzonsa za a kaddasa za a girmama za a mutunta za a ba yadda za a yi shi wannan amma fahimtan wannan nas ya kai shi ma yana da wannan darajar da nas ke dai ba shi da wannan daraja saboda me saboda fahimta ta kai ka fahimci haka abu daya nassi ne daga wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza to wannan abin aka ce sai manzo Allah ya yi rukhsa yace man sa'a amai man sha'a an yusalliya falyusalli ba haka ya fada ba wanda ke son yayi sallah falyusalli to ina ma'ana wannan magana shine malamai kowa ya fahimci abin da yake fahimta game da annas bin rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddas amma fahimu ma'anan nas
ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نص daga manzo Allah ne amma fahimtar nassin ba daga manzo Allah bane ba fahimtar kace ko fahimtar wani ko fahimtar wani ko fahimtar wani ba za a kaddasa shi a bashi darajar da za a ba abin da ya fito wajen manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama an fahimta to sai mas'aloli suka tashi da hayaniya da cene na ce da menene ma'ana in aka hadu ranan idi kuma ya hadu da ranan sallah me aka ta fada ba ra'ayi haka ko sai aka yaya wai suka ce me juma'a ta fadi kasancewan cewa juma'a ta fadi din nan maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko fahimtar kace fahimtar kace fahimtar sace fahimtar tace amma abinda manzo Allah ya fada mun sha al yusalli fal yusalli ba shikenan ba to wai suka ce ai babu sallar juma'a babu sallar azhar ma tunda ai sallar idi ba haka bane ba ba ya haka ba ba ku taba ji ba ba ku taba ji ba ai da zaran ai sallar idi ba sallar juma'a ba sallar azhar manzo Allah ya yi sassauci ya ce kowa ya tafi ma'ana alfarqu aqwa min al-asli kenan sallar idi nafila ce yaya za a yi ta dauke sallar juma'a ko sallar azhar in ta dauke sallar juma'a yaya za a yi ta dauke sallar la'asar saboda sallar azhar sallar azhar saboda sallar juma'a yastalzimu asake dawowa sai aka ce ai musu sassauci to ai musu sassaucin dawowa sallar juma'a in suka je za su yi sallar azhar ko ba za su yi sallar ba قوله ثم رخص في الجمعة سأنن ييس السوچي أتكين جمعة اختلف أهل العلم في هذا ولحديث الباب شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعا قد اجتمع في يومكم هذا عيداني فمن شاء أجزأه من الجمعة وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ wanda yake so to ba zai sallar juma'a ba amma mu za mu yi sallar juma'a ba zai sallar juma'a ba ya hana sallar azhar eh wa kazalahu min ash-shawahidi ma sayati an as-sahabati wat-tabi'ina fa huwa hasanun biha wa qad awwala ba'dhum tarkhisahu sallallahu alaihi wasallam بأنه خاص لمن هو خارج المدينة لا من لا لمن بداخله وين سكتي أي وين سسوتين داكي وين سكي وجن غريني ما وين دكي تكين غري زاس يزوا سيسال الجمعة تردا منزل الله ده أم فهمت وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبه والغاشية وأنه ربما اجتمع في يوم فقرأ بهما معنى تبتا in suka hadu manzon Allah yana sallar juma'a kenan eh sallar idi ya kuma sallar juma'a akan haka wanne ne yafi kenan wa qad ihtajja man qala bir rukhsati idza ijtama'a idani bima rawahu ibn khuzaima fi sahihihi min hadith wahab ibn kaysara qala ijtama'a idani ala ahdi ibn zubayr أنت بس أمو هكا يفاروذوك دين أبلا ابن الزبير قال فأخر الخروج سيجنكر تفتوه بفتو أي صلى إيدي كم فرق اللوكة بس يأك جنكر تحر يقصى صلى الجمعة كينكو حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب صلى يفتوه خطبة فأطال الخطبة يسويت خطبة ثم نزل فصلى ركعتين صلى يسوقي ركعتين sallar idi kenan yayin sallar juma'a eh sallar juma'a yayin sallar idi an fahimta an fahimci fike wake na ku na'am bai fito farko ayi ba sai bibbar har lokaci ya kai lokacin juma'a ta yi sannan sai fito ina fitowa sai mai
ya fara khutba sa'an ne sallar juma'a in idi ne ko me ake farawa sallan khutba ya sawai ta khutba har lokaci wa lam yusalli lin-nas al-juma'a kaji kuma wai bai ma mutane sallan juma'a ba fa aba zalika alaihi nasun min bani umayya ibn abd al-shams sai ma mutane suka yi ta mita dan me zai mana haka dan me zai haka dan me zai haka daya fa zukira zalika li ibn abbas sai aka fada ma abdullah dan abbas ga abin da ya faru fa qala asaba sunnata yace yayi daidai a fahimta ibn abbas fa zakaru zalika li ibn zubair sai aka fada ma abdullah dan zubair abin da ya faru fa qala sai yace ra'aytu umar ibn al-khattab idza jama'a ala ahdihi idani sana'a kaza yace na sani abdullah sayyidina umar in aka sadu idi biyu sun hadu yanda ku ga nayi din haka yake an fahimta qala ibn al-munzir ya fada yace ikhtalafa ahlul ilmi fil idain idza jama'a fi yawmin wahidin fa qalat ta'ifatun tujzi'u ihdahuma 'an al-ukhra tujzi'u ihdahuma 'an al-ukhra ma ma'ana tujzi'u ihdahuma 'an al-ukhra dai ta dauke ma daya idi ta dauke juma'a ta dauke idi kowanne akai dai ta dauke ma daya ga a nuna wanda ta dauke mu kenan ko akan haka abinda Abdullahi dan Isbar yayi mai kenan juma'a yake kazalika qala ata'un qala in ijtama'a yawm al-jum'ati wa yawm fitr fi yawm wahid falyajma'ahuma wa yansun hadu ya hada su bi ya sallaci daya falyajma'ahuma sai ya hada su bi ya salla daya falyusalli rak'ataini hatta yusalli salatal fitr thumma hiya hatta al-asr falyusalli rak'ataini ko قال ابن جريج ثم أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر أكتش يا بلاد الزبير كما قابل ده دي صلى إيدك وبي صلى بكم حرصي صلى العصر وقال ابن جريج أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم الجمع يوم جمعة بين يوم جماعة بينهما قال سمعنا ذلك أن ابن عباس قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد قال يتي وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في أهله فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء إن اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين حيث تصلى صلاة الفطر ثم هي حتى العصر أنا فهمت؟ ثم أخبرني عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير وقال ابن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا شي ابن الزبير هذا سي يي ماي رسول ديا شي صلى ديا ان ياي خطبه ني كافي صلى ميكي ني جمعه ايدي ان ابن ني كافي ميكي ني ايدي كي ني ام فهمت فصلى يوم الجمعه ركعتين بكره صلاه الفطر ثم لم يزد عليها حتى صلى العصر قال يتي فأما الفقهاء فلم يقولوا بذلك أما من يمن يمال من فكه بس فدهك ببس كربي وانا مغنى با
وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ حينئذ حتى بلغنا أن الإيلين كان إذا اجتمع كذلك صليا واحدة ita shi su yi azhar su har suka samu labari kuma in sun ka hadu shi ayi tashi kenan wa zakara zalika an muhammad ibn ali ibn al-husayn akhbarahum annahuma kana yujma'ani idha ijtama'a qala hadathana ishaq an abdur razzaq an ibn jurayz qala akhbarani abu zubayr fi jam' ibn zubayr baynahuma يوم جمع بينهما قال سمينا ذلك أن ابن عباس قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأهوس قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال اجتمع عيدان في أهل علي فصلى بهم العيد ثم خطبهم على راحلته فقال أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا يجزئ عنك أحدهما دون كيا ولا تركينكم قال وفيه قول ثاني ايش اكو magana ta biyu wa huwa ar-rukhsatu fil adhani liman kana kharijan an al-misri ايش ar-rukhsa da manzo Allah yayi ai sassauci ne kada ai kiran sallah a ce hayya ala sala wanda ya riga ya fita cikin gari suka je kauyen su unguwan su ba sai sun dawo ba kenan su yi sallan su a unguwan su firtu ila ahlihim wa la yauduna al-jumu'a ana fahimta fa amma al-jumu'atu za a ji maganar manyan malaman fikihu fa amma al-jumu'atu fala tasqutu an ahli al-qaryati bi hali sallan jumu'a babu abinda zai sa tasariyar asalwantar da ita ko asariyar da ita li annaha salatun ghayru salati al-eid ai sallan jumu'a zaman kanta take ba sallan eid bace wa inna ma yajibu idha zalat ash-shamsu ai sallar juma'a na wajibin wajaba ne in rana ta gushi sallar idi kuma ba sai ya kai wannan lokacin ba saboda lokacin su daban-daban ne yadullu ala zalika qaulullahi jalla sana'uhu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah yace ba abinda zai hana zuwa yin wannan sallah wa ghayru ja'izin إسقاط ما يجب بعد زوال الشمس من فرض الجمعة بتطوع يتطوعه المرء في أول النهار عن صلاة العيد يجي با هنك لبا إهلتك با متن يبر صلى دباتا فريق فرلن جوا سيرانا تاكو أسي أظهر تاي يبت صبور صلى النافلة وانشان فرلن لاتي يبت صبور صلى النافلة دايت كاكم ولوكة ونن قال أبو بكر أبو بكر يجي ثابت عن عثمان بن عفان يا تبت دغ سيدنا عثمان بن عفان أنه قال في يوم عيد شيا فدا يجي رانن عيد قد اجتمع لكم في يومكم عيداني يجي تبس wannan ranan idi bi sun hadu فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له wanda ke so ya zauna ayi sallar juma'a da shi ya zauna wanda kuma ke so ya je unguwar su can ya zashi menene dan kaba kogi za ko mai to ya je an bashi izini to tunda an bashi izini ba sai ya dawo sallar juma'a ba kenan daga cin za su in masallaci an akwai masallatan juma'a za su sallar juma'a su in ba masallatan juma'a sai guda ɗaya kamar yadda cikin Madina sai su yi azhar kenan wa ruwiya nahu zalika an Umar ibn Abdul Aziz أخبرنا الشافعي إمام الشافعي قال أخبرنا مالك يتي إمام مالك يبان باباري عن ابن شهاب عن أبي أبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان
فجاء يتناها لرسول الله إيدي ترين سيدنا عثمان بن عفان سيزو فصلى ثم انصرف شي صلى إيدي سان يكام يجويا فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيداني يتي تبس إيدي بيصنع لكم أتكم ونرانا التاب فمن أحب من أهل العالية أهل العالية وين نسكي أوالي مدينة سما مدينة كينا سما نقول سنة سما كينا أن ينظر الجمعة فلينتظرها wanda zai iya jira ayi sallar juma'a da shi ya zauna ayi sallar juma'a da shi wa man ahabba an yarji'a falyarji' faqad azintu lahu wanda kuma ke so ya koma wajen iyalansa ya je na bashi izini na'am fahimta wa qala ash-shafi'i misla wa qala la yajuzu hadha li ahadin min ahli misra an yad'u an yajtak an yajmi'u illa min udhrin yace baya halatta abadan mutane su daina sallar juma'a sai dai da uzuri wa qala nu'man fil idaini yajtami'ani fi yawmin wahidin yashhaduhuma jami'an al awwal sunna wal akhir farida wayan suka hadu sai ka halarce su duka sallar idi sunna ce sallar juma'a farilla ce wala yatruku wahidin minhumma qala abu bakr karshen maganar kenan أجمع أهل العلم ما لم يدسن إجماعي على وجوب صلاة الجمعة في وصل الجمعة واجباتي ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائد الصلوات خمس يا تبتكم أنك منظوم الله صلى الله عليه وسلم صلوا لي فرلي قرابي يرني وصلاة العيد ليس من الخمس صلى العيد باشي تكين صلوا لي قرابي يرني ma'ana in baka yi ba baka da laifi kenan wa idza dalla alkitabu was sunna wal ittifaq ala wujubi salati aljum'ati wa dallati alakhbaru ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala anna salata al-eid tatawwu'un lam yajuz tarku fardin bi tatawwu'in baya halatta a bar sallan farilla saboda sallan tatawwu'i shikenan qala abu asim فإذا ثبت بهذا عدم سقوط الجمعة بالعيد فعدم سقوط الظهر به لمن لم يحضرها من أباب أولى يتي ني زمان صلى الجمعة بتسوكا با بتسريا با تسلم الظهر ما يتي تفي تنتا دا اجي با بتسريا با اكن سو سي يسلم الظهر كده وقد ذهب جماعة إلى أن الجمعة وقد الظهر يسقطان بالعيد وهذا القول شاذ بمرة wa'anda suka tafi kan cewa sallar juma'a za ta fadi za a barta saboda sallar idi yace wannan magana ne shazun bi marra matka matkan shuzuz ne abinda ake ce ma shuzuz mukhalafatu sika man huwa awthaqu minhu saboda an ce shurutu sihhatil hadis al ittisalu sanad al qaza' ala dala wa adamu shuzuz matka an samu shuzuzi ba za a dauki shuzuzi ba sai a dauki abinda yake shine abinda manyan malamai suka fada ko jama'a an fahimta to zuwa nan me muka fahimta game da sallar juma'a in san ranar idi ta dace da ranar sallar juma'a me zai ke wa me yake wajibi ai ai idi a kuma yi juma'a saboda nafila ba za ta dauki farilla ba an fahimta shi yasa aka fara yi muku shimfida annasi daban fahimtar nassi daban nassi daga Allah yake ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu magana za a girmama nassi za a mutunta nassi babu magana a cikin wannan amma na fahimci kaza ka fahimci kaza ya fahimci kaza ta fahimci kaza ba shi da darajar nassi bi isa samu darajar nassin ba an fahimta wannan mas'aloli ne da an riga an gama su amma da sun zo sun faru sai mutane su dauko su kaman sabon abu a imama yanayi a rikita ba mutane lissafi mana sai a rikita ba mutane lissafi ko wannan mas'aloli an karanta su shekaru 20 da nawa sallan ina 6 Shawwal da sallan menene
arfar ranan da azumin arfar da ranan kaza da sili kaza duk an yi su an tattauna su an gaba da su cikin Buhari da Muslim da Wahid ba wanda ya imama yanayi kowa kuma ya fahimta to duk san da wani je yana ta fama yana da isu ya samu wata matsala to ya tsinta kenan sai ya haƙi sai kulla bakin gashi sai zo ya tada ya tada rigima ya tada rigima to me amfani tada rigima yanzu abinda ake bukata shine a ilmantar da mutane su fahimta tada rigima da san haka shine in kana son a san ka sai ka taho da maganar da ta saba da na mutane to yanzu sai ga ayyada balle yanzu ga shi YouTube ga Facebook ga yanzu sai ayyada ka duniya to abinda kai kake bukata kenan baka ji tsoron Allah ba a cikin karantarwanka ko ilmantarwanka ba tun matukan baka ji tsoron Allah ba a cikin abin da kake yi wallahi daukakan da kake nema din Allah ba zai baka Allah ba zai baka ba zaka yi hayaniya ka dai haka gama ba abin da zaka samu daukaka to me amfanin wannan ba shi da amfani an fahimta shi yasa tsoron Allah za a ji a wajen ilmantar da mutane wannan duk da muka karanto duk wanda ya je ba zai samu lokaci ya karanta su filla filla haka ba sai ya dauki maganar farko haka ai an ce kaza shikenan sai ya je buga bomb sai mutane su rikice a ce kaza da kaza ka fito kai ma mutane bayani ga abin da aka faɗa ka bayyana ma mutane bambanci tsakanin nassi da fahimtar nassi nassi daga manzo Allah yake fahimta kuma kai fahimtar ka ce waye ce ma fahimtar ka ba za ta yi kuskure ba waye ce maka an fahimta yanzu za a daina hayaniya ko sai me sai babu rujui ko babu rujui min al-musalla min ghairi at-tariq alladhi kharaja minhu wai in ka fita zaka idi in zaka dawo sai ka bi wata hanya daban haka manzo Allah ba haka manzo Allah ke ba to shi yanzu abinda ake so masu zuwa idi in ku tafi kun za ku dawo ku dauki wata hanya Imam Shafi yace a a limami shine zai je inda ya je sai canza wata hanya amma sauran jama'a in sun je daga hanya suka koma daga hanyar babu laifi an fahimta in ba ga tarin jama'a hanyar ma ta gagare su ka ce su kuma canza wata hanya yace abinda ake so shine limami shine hanyar da ya biya tafi shi canza wata hanyar ya koma gida amma ammatun nasi su koma ta inda suka fito babu komai me yafi wannan kyau da dadin magana a kaga ya sauwaka ma mutane eh qala akhbarana muhammad ibn salt qala hadathana fulayhun an sa'id ibn al-harith an abi hurayra anna nabiy sallallahu alaihi wasallam كان إذا خرج إلى العيد رجع من طريق آخر منذ الله يفتح عيدي نزيد أو سيد شنز حنيا باشي كي نمبا باشيني الإمامي با شيني شيني الإمامي الإمامي توانا مغانا تي إمام الشافعي با كربان مغانا بچه مبام مغانا تي يزور أيوة ta kai inda ana neman ma mutane sauki ne ya dauko motarsa ko babur sa da kyar yanzu yana gamawa ga hanyar da zai bi in mafi sauki sai ka ce ya je ya nemi wata hanyar ya koma wancan hanyar kuma an samu gosu an samu cunkoso ba daman a wuce lafiya kuma ka ce ya bi wurin a'a ya koma ta hanyar da ya fi mishi sauki duk abin da aka ba manzo Allah zabi sai zabi aisaruhuma ma lam yakun ithma alaysa kadhalik اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.